نروح بعد كده للخبر التالي. الكابتن محمود الخطيب يتابع المراحل النهائيه في فرع التجمع من التجمع الخامس. طبعا فرع القاهره الجديده او فرع التجمع الخامس هو فرع شهد فيه النادي الاهلي طفره انشائيه كبيره جدا. كابتن محمود الخطيب بيتابع كل كبيره وصغيره في الفرع ده تقريبا يوم بعد يوم، دايما بيبقى موجود بيلاحظ كل حاجه، كل المتغيرات اللي بتتم في الفرع هو دايما شايفها. مجلس الإدارة بالكامل بيكون متواجد خلال أيام الأسبوع، سواء رئيس مجلس الإدارة كابتن محمود الخطيب اللي تقريبا شبه يوميا موجود. الحقيقة أن الفرع ده زي ما حضراتكم شايفين معانا كده على الشاشة بقى مستعد خلاص، يعني مسألة أيام تقريبا إن شاء الله، يعني الإنشاءات كلها على أعلى مستوى، الملاعب الرياضية، المباني الخاصة بالأكاديميات، أكاديمية الكرة والأكاديميات التانية، المباني الإدارية والاجتماعية، مناطق الألعاب الخاصة بالأطفال، كمان تقدر تقول ان الجوانب الختاميه او اللي هي خلاص التاتش الاخير يعني للافتتاح قرب جدا، النواحي الخدميه كلها ومنافذ البيع خلاص بتجهز، كل حاجه، مناطق جلوس الاعضاء، كل تقدر تقول ان خلاص الفرع تقريبا شبه كامل. طبعا يعني زي ما حضراتكم عارفين ان الحاجات دي خاصه بمجلس الاداره الحالي واللي كان موجود قبل كده من مجلس الاداره السابق طبعا، والاداره التنفيذيه السابقه والإدارة التنفيذية الحالة، كله اشتغل على إن فرع التجمع ده يخرج بأحسن صورة، كله اشتغل إن أنت تبقى تطلع هوية النادي الأهلي في الفرع ده. الفرع ده تحديدا هيبقى ليه وضع خاص جدا 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 لأعضاء الجمعية العمومية في النادي الأهلي، لأن هم شافوا تقريبا على قناة النادي الأهلي كل تطورات أول بأول. يعني ده بالنسبة لفرع التجمع الخامس. معنا لقاء مهم جدا لمراسلتنا هنا أبو القاسم مع المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس إدارة النادي الأهلي، هنتابعه معكم. المستشار الهندسي لمجلس اداره النادي الاهلي المهندس سامح علي كامل، اهلا بيك. اهلا بيك من نهار اهل الشيخ زايد. تمام، في بدايه كابتن محمود النهارده دي كانت زياره ثانيه بعد زياره اهل التجمع الخامس. الكابتن محمود مهتم بكل الافرع، يعني اهل التجمع كان في زياره من يومين والنهارده زياره اهل الشيخ زايد، وطالعين دلوقتي اهل مدينه نصر بنتابع مشروعات هناك. بدا زياره كابتن محمود بيشوف المشروعات اللي تحت التنفيذ واللي قربت تخلص، يعرف معدات سير العمل اخبارها ايه وهنسلم امتى. وطبعا هقول لك واحنا بنتكلم الملاحظات اللي قالها على المشاريع. اول مشروع كان مشروع المسجد، هو مسجد على نفس مستوى اهل التجمع الخامس. هو موضوع مش موضوع مسجد فقط، ده مسجد بالمنطقه المحيطه بيه وربطه بالمرحله الاولى للنادي. كان تعليق كابتن محمود ان المعدلات محتاجين نزود شويه، وده هيتم التنبيه على الشركه المنفذه نزود المعدلات. هنفتح المسجد في اقرب وقت، وده في مسجد رئيسي زي ما كل فرع عندنا في مسجد رئيسي. اهل الشيخ زايد واعضاء الشيخ زايد يستحقوا ان يكون في مسجد رئيسي للنادي. خلصنا مسجد في الشيخ زايد، لفينا حوالين بقى سور النادي ورحنا منطقه جديده. المنطقه ديت هي منطقه الاكاديميه الكوره، فيها 2 ملعب كره قدم نجيل صناعي. الملعبين خلصوا بما اماكن دخولهم من داخل النادي، الاناره كامله على اعلى مستوى والنجيله معموله على اعلى مستوى طبقا للاتحاد الدولي. كابتن محمود طلب المنطقه اللي جنبيها اللي هي اماكن انذار السيارات والبوابات، لان مش ممكن تفتحي الملاعب من غير ما يكون في اماكن انتظار. احنا خلصنا جزء كبير من اماكن الانتظار وخلصنا جزء كبير من البوابات. كابتن محمود طلب ان احنا في اسرع وقت، القصه اللي هي ماشيه يعني معدل بطيء سنه شويه، البنيه التحتيه انك بتربطي كل الكلام ده على المرحله الاولى، هي مش مجرد مناطق متفرقه بتروحيها، لا ده كل منطقه بتربطيها مع المرحله السابقه ليها، في الاخر هيبقى هو نادي واحد. الممر الدخول من النادي المرحله الاولى للملاعب تم التشجير بالكامل وانتهاء من الممرات والطرق. كابتن محمود كان ليه بعض التعليقات على ارضيه الملعب اللي فيه الرابر كان زياده شويه، ده وعدنا ان احنا طبعا مع الاستخدام ومع حاجه اسمها التمشيط بنتغلب على هذا الكلام. واحنا في الملعب الكابتن بص كده بعيد على المبنى الاجتماعي. المبنى الاجتماعي مبنى على مسطح 1200 متر، شبيه بنفس مسطح مبنى اهل التجمع الخامس اللي صورناه في الحلقات اللي فاتت. المبنى هيكون على اعلى مستوى، نفس قصه المبنى المنطقه المحيطه بيه حاليا هي اللي احنا شغالين فيها، البنيه التحتيه الخاصه بالمبنى لربط المبنى بالمرحله الاولى. خلصنا دخلنا بقى على غرف خلع ملابس الجيم السيدات، وده كان مطلب لاعضاء اهل الشيخ زايد وخصوصا جيم السيدات، ما كانش فيه مكان غرف تغيير ملابس. احنا عملنا غرف تغيير ملابس جديده نفس الروح ونفس مستوى التشطيب اللي احنا خدناه في الافرع في مدينه نصر والتجمع الخامس، نفس مستوى التشطيب تم على اعلى مستوى، والجيم خلاص الاوضه خلصت ويقدروا يستخدموها النهارده. طلعنا لاخر حاجه فوق هي جيم الاعضاء، الجيم ده مش جيم سطح كبير جدا،
في كل الاجهزه جايه من انجلترا. الشركه المنفذه كانت الاسبوع الماضي كانت في انجلترا هناك، والحاجه هتتشحن ان شاء الله باذن الله اول يناير ويتفتح ان شاء الله في القريب العاجل. هيبقى جيم هو بصراحه مش موجود في الافرح كلها، على اعلى مستوى احدث اجهزه، وهو اضافه واعضاء شركه يستحقوا جيم بهذا المستوى. تمام. انا عايز انقل لك طبعا، انا بحكم ان انا اولادي بيلعبوا سكواش ودخلت، الاعضاء مبهورين بمجمع ملعب السكواش بجد، هو مش عشان الاهلي اللي عمله، هو فعلا حاجه تستحق. النادي الاهلي ومجلس اداره محمود فعلا عملوا تحفه فنيه ورياضيه، والمكان ده يمكن الناس كابتن ممكن بيتكلم معاه واحنا خارجين في الجزء هنا قدام الصالات، يعني مكان ملعب زجاجي، احنا دارسين على كده، يعني النادي الاهلي مستعد انه يستضيف بطوله سكواش دوليه، ملعب زجاجي بره للادوار النهائيه وملاعب الداخليه للادوار التمهيديه. كل حاجه الاهلي بصراحه بيعملها على احدث مستوى. انا عايز اقول الناس اللي بره النادي مبهورين بملعب السكواش النادي الاهلي اضافه للنادي. واما دخل كابتن محمود المجمع الصالات، طبعا هو طبعا فتحه معانا قبل كده، لا الموضوع بقى ما يكون في استخدام وبطولات مختلف، بتشوف انت ما فيش حد جاي بيقول لك اي حاجه سلبيه، كله جاي بيشكر، فدي طبعا مجلس اداره الاهلي يستحق. احنا النادي الاهلي بصراحه يعني طلع منتج سواء صاله الكاراتيه او صاله الجمباز او ملعب مجمع ملعب سكواش، حاجه اضافه جميله جدا لاعضاء الشيخ زايد. هو ده النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي، هو عودنا على كده. ربنا يخليكم، ربنا يخليكم، نورتونا في الف شكر. شكرا. زي ما حضراتكم شفتوا انجاز كبير جدا فرع التجمع الخامس الوليد الرابع للنادي الاهلي. زي ما حضراتكم شفتوا كلام المهندس حسن علي كامل عن الفرع وعن متابعه كابتن محمود الخطيب الدوريه لهذا الفرع، حقيقه حاجه يعني تدعو كل اهلاوي للفخر. اعضاء الجمعيه العموميه هيشوفوا حاجه فعلا هيفرحوا بيها جدا، واعضاء فرع التجمع الخامس كمان اللي هيكون بدايتهم خلاص قربت جدا، يعني قربنا قوي من الافتتاح الحمد لله، وكل حاجه على اعلى مستوى سواء الخدمات او المباني او حتى اكاديميات النادي الاهلي هتكون على اعلى مستوى حقيقي. يعني انا منتظر ان الفرع ده يبقى حاجه تانية خالص، حاجه ما حصلتش قبل كده في تاريخ الانشاءات الرياضيه.